السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل يسمعني. تعبير عن إعلام الخبر وإعلام الرأي، المفاضلة بين إعلام الخبر وإعلام الرأي. معكم الصفاء من قناة يوتيوب، أو من الصفاء من قناة يوتيوب. يمثل الإعلام ركيزة أساسية في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام. ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما إعلام خبر وإعلام الرأي. مقدمة لمحة وتمهيد للموضوع، وذكرت أنواع الإعلام. ينقسم إلى نوعين رئيسيين، إعلام الخبر وإعلام الرأي. العرض هتكلم هنا عن إعلام الخبر وبعدين عن إعلام الرأي. أترك فراغ مسافة كلمة بداية المقدمة، أترك فراغ أيضا مسافة كلمة بداية العرض. يركز إعلام الخبر على نقل الوقائع والأحداث بشكل موضوعي محايد دون تحيز أو تحليل، وهدفه الأساسي هو تعريف الجمهور بما حدث. ولقد سعى هذا الإعلام لتقديم معلومات دقيقة تتسم بالموضوعية والمصداقية بعيدة عن آراء ومشاعر شخصية. كذلك يستخدم لغة سهلة وواضحة للجميع، ويغطي معظم جوانب الحدث مع الحرص على التوازن بين وجهات النظر، بالإضافة إلى الدقة. ومن عيوبه غياب التحليل والجمود فقد لا يثير اهتمام البعض، وعدم التأثير فقد لا يحفز على اتخاذ أي إجراء أو تغيير في الرأي. ومن عيوبه غياب التحليل والجمود فقد لا يثير اهتمام البعض وعدم التأثير وعدم التأثير فقد لا يحفز على اتخاذ أي إجراء أو تغيير في الرأي. أما إعلام الرأي، لكذا الجزء الأولاني هنا إعلام الخبر. ذكرنا إعلام الخبر أهميته أو تعريفه ومميزاته وعيوبه. إعلام الخبر يركز على نقل الوقائع والأحداث بشكل موضوعي ومحايد، يتسم بالموضوعية والمصداقية، دقة. ومن عيوبه نكمل الموضوع. نكمل. أما إعلام الرأي فهو يقدم تحليلا وتفسيرا للأحداث من وجهة نظر الكاتب أو المؤسسة الإعلامية، ويهدف إلى التأثير على رأي الجمهور وتوجيهه نحو وجهة نظر معينة. يمتاز بالتحليل والتفسير، حيث يقدم نظرة ثقبة للأحداث ويساعد على فهم دوافعها ونتائجها، وكذا يحفز على التفكير واتخاذ المواقف ويسعى نحو التغيير. وقد يستخدم أسلوبا جذابا لجذب انتباه القارئ أو المشاهد. ومن عيوبه العيوب، يعني كل إعلام له مميزات وعيوب، الانحياز والذاتية والتضليل. وقد يستخدم معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها بهدف التأثير على الرأي العام. الخاتمة، لا يمكن القول أن نوع من الإعلام أفضل من الآخر بشكل مطلق، فلكل منهما دوره ووظيفته. فإعلام الخبر ضروري لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة، وبينما يقدم إعلام الرأي تحليلا وتفسيرا للأحداث. إعلام الرأي
نمط المستخدم نمط تفسيري بفسر، الأفعال المضارعة، الجمل الخبرية، الضمائر، أفعال معينة واستنتاج وغير مؤشرات التفسير. اترك فراغ مسافة كلمة بداية المقدمة والعرض والخاتمة، الخاتمة اترك فراغ. حابة أعرفكم على قناة باقي قنوات يوتيوب، إذا كنتم لأول مرة تسمعني قناة يوتيوب أكثر من قناة، ليست واحدة أكثر من قناة، أتمنى الاشتراك فيها ودعم هذه القنوات وكمان تشير الفيديو إذا تستطيع تشير الفيديو وشيرنا الفيديو. فعلوا الجرس إذا أردتم مشاهدة فيديوهات القناة أول بأول، تفعيل الجرس حاجة ترجع لك، لو عايز فعلت الجرس فعل الجرس. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.